بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب التيمم: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر. نعم، من شروط صحة التيمم النية لما يتيمم له، يعني ينوي أنه يتيمم عن الحدث الأصغر، يتيمم بدل الوضوء مثلا، أو ينوي أنه يتيمم عن الاغتسال الحدث الأكبر، فلا بد أن يعين في نيته ما يتيمم له من الأحداث، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والتيمم عبادة لا تصح إلا بنية. نعم. قال: وإن نوى نفلا أو فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر. لو كان عليه اغتسال وعليه وضوء فنوى بتيممه الوضوء فقط، لم يجزئه عن الآخر الاغتسال، أو العكس، لو نوى الاغتسال لم يجزئه عن الوضوء، وإن نواهما جميعا فإن ذلك يجزئه، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. قال: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا. نعم، هذا فيه أنه إذا نوى بتيممه صلاة النافلة فإنه لا يصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة، لأن صلاة الفريضة أعلى من النافلة، وهم يقولون: من نوى شيئا حصل له ونظيره ودونه، ولا يحصل له ما هو أعلى منه. وهذا على القول بأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. أما على القول بأن التيمم رافع للحدث كالوضوء والاغتسال، يعني كالطهارة بالماء، وهذا هو القول الصحيح، فإنه إذا تيمم فإنه يصلي ما شاء من فروض ونوافل، فيصلي بتيممه للنافلة يصلي به الفريضة لارتفاع حدثه بذلك، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. أما إذا نوى الفرض فإنه يصلي كل وقته فروضا ونوافل، لأنه نوى الأعلى، فيحصل له نظيره، ويحصل له ما دونه، تحصل له الفروض وتحصل له النوافل ما دام في الوقت، لأن التيمم مقيد بالوقت، ما دام الوقت باقيا فالتيمم باق على المذهب، وإذا انتهى الوقت انتهى التيمم كما سيأتي. نعم. ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. هذه مبطلات التيمم. قال: يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، هذا لا شك فيه، كالحدث، البول أو الغائط أو النوم،
أو الجنابة أو الحيض أو النفاس، فيبطل بمبطلات الوضوء. هذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، لأن التيمم بدلا عن طهارة الماء، فيبطله ما يبطل طهارة الماء من باب أولى. قال: وكذلك من المبطلات خروج الوقت. مثلا لو تيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها، فله أن يصلي إلى أن يدخل وقت العصر، فإذا خرج وقت الظهر انتهى التيمم، فلا بد أن يعيده لصلاة العصر، لأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، فينتهي مفعوله وتأثيره بانتهاء الوقت. هذا على المذهب. وعلى القول الصحيح أن التيمم رافع للحدث كالوضوء، فإنه لا يبطل بخروج الوقت، كما أن الوضوء لا يبطل بخروج الوقت، وكذلك التيمم، لأنه بدل عنه، لأنه طهارة شرعية وهو رافع للحدث على الصحيح، فلا يبطل بخروج الوقت، ولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء. نعم. أو أن يوجد الماء. الثالث مما يبطل التيمم وجود الماء، هذا بلا شك، لأن الله شرط لصحة التيمم عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، فإذا زال هذا المانع بأن وجد الماء أو زال العجز عن استعماله فإنه يبطل التيمم، وهذا بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم، فلا يجوز له أن يصلي به ولو لم ينتقض وضوءه، ولو لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء، بمجرد وجود الماء يبطل التيمم. ولو كان، يقول: ولو كان في الصلاة، يعني إذا وجد الماء فإنه يبطل تيممه ولو كان قد شرع في الصلاة، فيخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد لزوال العذر الذي من أجله أبيح التيمم. أما لو صلى وانتهى ثم وجد الماء بعد الصلاة فإنه تصح صلاته، فإنه تصح صلاته إذا تيمم، إذا عدم الماء وتيمم وصلى وبعد ما انتهت الصلاة وجد الماء، فإنه لا يعيد الصلاة، لأنه صلى بتيمم صحيح وهو معذور حين ذاك، فلا يعيد الصلاة. ولأن الرجلين اللذين تيمما وصليا ثم وجد الماء، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة الأولى، أي نعم، نعم، والآخر لم يعد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. الحمد لله. وقال للذي أعاد الصلاة، توضأ وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. الحمد لله. لك الأجر مرتين. نعم. قولكم يا شيخ أن الصحيح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. نعم. معناه لو أن أحدا في البرية تيمم قبل الظهر ولم يجري عليه شيء من مبطلات الوضوء، فله أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى أن ينتقض وضوءه، إلى أن ينتقض وضوءه بأحد النواقض المعروفة. أن التيمم يقوم مقام الوضوء سواء بسواء. أي نعم، هذا هو الصحيح. أحسن الله إليكم. قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا؟ هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط. الاحتياط، فإذا كان يرجو الحصول على الماء ولو في آخر الوقت، فالأفضل أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ليصلي بالماء، ولو صلى تيمم وصلى في الحال أجزأته صلاته بلا شك،
ولكن هذا من باب الاحتياط، ولقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يعني في يتحرى الماء، فهذا من باب الاحتياط فقط. وأما لو أنه عمل بالرخصة وتيمم وصلى فصلاته صحيحة، ولا يلزمه إعادة الصلاة إذا وجد الماء بعد ذلك، نعم، وإنما يستعمل الماء للمستقبل، نعم. وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع. نعم، صفة التيمم أن ينوي، ينوي التيمم، لأن التيمم عبادة وطهارة لا بد لها من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو تيمم بدون نية لم يجزئه، لأنه فعل عبادة بدون نية فلا تجزئه. هل يتصور ذلك يا شيخ؟ نعم، يمكن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفه بدون نية أن هذا للصلاة أو للعبادة، بل هو مما يبي يعلم أحد، يبي يعلم أحد، أو هو يبي طبق التيمم علشان أنه يتعلم ويعرفه، لكن ما نوى بذلك رفع الحدث. لكن هل معنى النية مثل الإنسان لو غسل أعضاء الوضوء للتبرد أو لإزالة الوسخ، فإن هذا لا يجزي عن الوضوء، نعم. لكن هل معنى النية أن يعقد على ذلك قلبه؟ هنا. أو إرادته الصلاة هي النية، أراد أن يتيمم للصلاة؟ هو إما أن ينوي التيمم وإما أن ينوي الصلاة، لأن الصلاة لا تباح إلا بالطهارة، إما بتيمم أو بوضوء، فإذا نوى ما يشترط له الطهارة كفى عن نية التيمم، يدخل تدخل نية التيمم فيما نواه من العبادة. يعني إذا أراد التعبد والاتباع فهذه النية، إن شاء نوى التيمم وإن شاء نوى الصلاة أو ما لا يباح إلا بالتيمم، نعم. أحسن الله إليكم. أما لو استعمل التراب بوجهه وكفيه بدون نية، بل هو من باب العبث أو من باب تعليم الغير أو من باب تعلم التيمم وكيفية التيمم بدون نية، فإن هذا لا يجزيه، نعم. أحسن الله إليكم. هذا الشرط الأول، أن ينوي ثم يسمي، ثم يسمي قياسا على الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ويقاس عليه التيمم. ثم يضرب التراب بيديه، يعني بكفيه، بباطن كفيه وأصابعه، براحتيه وأصابعه، يضرب الأرض حتى يعلق بيديه التراب، ثم يمسح بذلك وجهه بباطن أصابعه عرضا من أعلى وجهه إلى أسفله ومن أذنه إلى أذنه كما في الوضوء السابق، نعم. ثم يمسح كفيه باطنهما وظاهرهما براحتيه، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تيمم بضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، صح ذلك وأجزأ، الحمد لله. لكن الأولى والأحسن أن يكتفي بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراجح، نعم. قال: ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. بينا هذا، قلنا أنه يمسح، يقسم الضربة هذه بين وجهه وكفيه، فيجعل أصابعه لوجهه، يمسح بهما وجهه عرضا من أعلاه إلى أسفله ومن أذنه إلى أذنه، يعمم الوجه، ثم يمسح كفيه براحتيه ظاهرا وباطنا، نعم. كيف ظاهرا وباطنا؟ ظاهر كفيه وباطن كفيه، يعني يجعل اليمنى فوق اليسار، يعني علو الكفين وأسفل الكفين اللي هو الراحتان وباطن الأصابع، يعني يجعل اليسرى فوق اليمنى ثم اليمنى فوق اليسرى، اي نعم، ويخلل أصابعه أيضا، يعني يدخل بعضهما في بعض. في بعض، أحسن الله إليك، حتى يبلغهما
أثر التيمم. باب إزالة النجاسة. انتهى الآن من طهارة الحدث، وينتقل الآن إلى طهارة النجاسة. النجاسة ضد الطهارة، والطاهر ضد النجس. النجس والنجاسة على ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة معنوية، وهي نجاسة الكفر والشرك والمعاصي، فهذه تطهر بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبالتوبة من الذنوب والمعاصي. هذا النوع الأول. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي فيهم نجاسة معنوية وهي الشرك بالله عز وجل. ولا يطهرها إلا التوحيد والدخول في الإسلام بالنطق بالشهادتين. النوع الثاني نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها، لا يمكن تطهيرها، كنجاسة الكلب والخنزير والعذرة والبول، فهذه الأشياء مواد نجسة لا يمكن تطهيرها مهما غسلت. لو غسل الكلب بمياه البحار ما طهر، كذلك الخنزير وكذلك العذرة، لا يمكن تطهير هذه المواد الخبيثة أبدا. نجاسة عينية. القسم الثالث نجاسة حكمية، وهي الطارئة على محل طاهر، وهذه هي موضوع البحث الآن. النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر، كالنجاسة التي تصيب الثوب أو تصيب البدن أو تصيب البقعة أو الفراش، وكانت هذه الأشياء في الأصل طاهرة، ولكن طرأت عليها هذه النجاسة فلا بد من إزالتها. وهذا هو ما ترجم له هنا بقوله: باب إزالة النجاسة، أي النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر، هذه هي التي يمكن تطهيرها بالماء. وهي على ثلاثة أقسام، النجاسة الحكمية على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، ونجاسة مخففة، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة المذي، هذه نجاسة مخففة كما يأتي. القسم الثالث نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المخففة، وكل هذه الأمور سيأتي بحثها في هذا الباب إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. نعم، المحل الذي تقع عليه النجاسة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الأرض وما اتصل بها من الأحواض والأشياء الثابتة على الأرض، هذه إذا وقع عليها نجاسة فتطهيرها أن تكاثر بالماء، يعني يصب عليها ماء كثير يغمرها وتطهر بذلك مرة واحدة، وذلك لأن أعرابيا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبال في ناحية المسجد، وهم الصحابة بالبطش به فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بتركه حتى يفرغ من بوله، فلما فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد إنما هي لذكر الله والصلاة ولا تصلح لهذه الأمور. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني دلو، بدلو أو سجل من ماء وهو الدلو، فصب على البول، فدل على أن النجاسة إذا كانت على وجه الأرض وما اتصل بها
أنه يكفي صب الماء عليها حتى يذهب الماء بعينها ورائحتها وطعمها. نعم. وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة. إذا كانت النجاسة على غير وجه الأرض وما اتصل بها فهذه على قسمين. قسم الأول النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير كلعاب الكلب أو بول الكلب أو روث الكلب، هذه نجاسة مغلظة تطهر بأن تغسل سبع مرات إحداها بالتراب، وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاها أو إحداها بالتراب أو عفروه الثامنة بالتراب، فهذا هو تطهير نجاسة الكلب وما في حكمه من الخنزير والأشياء المغلظة المغلظة نجاستها سبع غسلات، لابد من سبع غسلات إحداها بالتراب، لأن هذا شيء نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء، ومثل الإناء غيره من الفرش وغيرها من والملابس وغيرها. نعم. في نجاسة كلب وخنزير ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول هنا إنه يجزي عن التراب ما يقوم مقامه من المواد المنظفة كالإشنان والصابون والمواد المزيلة السائلة، وذلك لحصول المطلوب، لأن المقصود من استعمال التراب المبالغة في التطهير، وهذه المواد يحصل بها المبالغة في التطهير. الحمد لله. ولكن هذا محل نظر والله أعلم، والصحيح أنه لابد من التراب الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا لم يوجد التراب فإنه يستعمل هذه البدائل الإشنان والسدر ونحو من المواد الحادة والصابون. نعم. قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، هذا هو القسم الثالث والنجاسة أو القسم الثاني وهي النجاسة المتوسطة كالبول والغائط والدم وغير ذلك، إذا أصاب البدن أو الثوب فإنه يغسل لا بد من غسله، قوله تعالى وثيابك فطهر لا بد من غسل النجاسة بالماء، ولكن هل يتعين عدد غسلات أو يكفي أن يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة؟ المذهب أنه لا بد من سبع غسلات، وذلك لما ورد أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، أمرنا والأمر ينصرف إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع، ولكن هذا في ثبوته نظر، والصحيح إن شاء الله أنه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة أو يغلب على ظن زوال النجاسة، سواء غسلة واحدة أو غسلتين أو ثلاث. نعم. قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. نعم، لابد من إزالة النجاسات بالماء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الماء طهورا، قال تعالى وأنزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فلا يقوم مقام الماء غيره من هذه الأشياء. الشمس إذا ضربته الشمس حتى أزالت أثر النجاسة
بأشعتها، هذا لا يكفي، يقولون لابد من غسل المكان بالماء سواء كان بقعة أو ثوب أو غير ذلك، أو الريح، هبوب الرياح وتنشيفها أيضا لا يكفي لأن أثر النجاسة يكون باقيا، فلا بد من غسله، ولا يكفي تجفيف الرياح للنجاسة. ولا الدلك بالأرض أيضا، كان يدلكها بالأرض أو بالجدار، هذا أيضا لا يكفي. هذا كله على المذهب، والصحيح إن شاء الله أن هناك أشياء تطهر بغير الماء، مثل إذا زالت النجاسة عينها وأثرها بشعة الشمس أو بهبوب الرياح حتى ما لم يبقى لها أثر، أو بالدلك بالأرض حتى يذهب، أن ذلك يكفي إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذيل المرأة يصيبه شيء من الأرض ويخشى أن يكون قد أصابه شيء من النجاسة، قال إذا مرت به على محل طاهر فإن ذلك يكفي، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ولما في ذلك من إزالة الحرج والمشقة عن المسلمين. ولكن مع هذا كله، إذا أمكن وتوفر استعمال الماء فلا شك أن هذا أبرأ للذمة وأحوط، لكن لا نقول لمن اعتمد هذه الأشياء أنها مطهرة، نقول له إن صلاتك باطلة ولا بد من غسلها بالماء. نعم. ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة هي تحول الشيء من حال إلى حال، إذا صار الشيء نجسا فإنه لا يطهر بالاستحالة، مثل ذلك العذرة إذا نبت منها خضروات وفواكه استحالت إلى فواكه وخضروات، لكن هذا لا يطهرها لأن أصل المادة نجس، النجاسة باقية، تكون هذه الخضروات نجسة على هذا. نعم. ومن العلماء من يرى أن مثل هذه الخضروات وهذه الزروع أنه لا بأس بأكلها، ولأنهم اختلفوا في التسميد بالعذرة، فبعضهم يرى المنع، وعلى هذا يكون ما نتج عنها نجس، وبعضهم أجاز التسميد بالعذرة، فعلى هذا يكون ما نتج عنها من الخضروات يكون مباح، والزروع يكون مباحا. الحمد لله. نعم. قال ولا استحالة غير الخمرة فإن خللت. الخمر هو ما خامر العقل وأسكر، وذلك يكون من عصير العنب ومن التمر ومن الشعير ومن، فالأنبذة يجوز الانتباذ وشرب النبيذ الذي لم يشتد، يجوز شربه، فإذا اشتد فإنه يصير خمرا ولا يجوز شربه بعد اشتداده لأنه يصير مسكرا ويكون نجسا، لأن الخمر نجسة عند الجمهور، وذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، قال رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، وقالوا اجتنبوه أي لا تقربوه، ولأن الخمر يجب إتلافها والمبادرة بإتلافها، ولا تحبس ولا تبقى، لكن لو تخمرت وبقيت شيئا من الوقت ثم عادت إلى حالها وذهبت عنها الشدة والسكر وعادت إلى حالها عصيرا أو نبيذا طيبا، فإنها تطهر بذلك لأنها عادت للأصل وزال عنها المانع الذي حولها إلى نجاسة. نعم. قال فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر. فإن خللت الخمر
لم تطهر، يعني لو عولجت بفعل الناس حتى صارت خلا وعادت خلا لم تطهر، وإنما الكلام إذا تخللت هي بنفسها فقط. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا قال لا، يعني تحبس حتى تتخلل قال لا، واجب إتلافها والمبادرة بإتلافها. أحسن الله إليكم. أو تنجس دهن مائع، الدهن على قسمين، إذا وقعت فيه نجاسة فهو على قسمين، قسم الأول الدهن الجامد فهذا تؤخذ النجاسة وما حولها والباقي ينتفع به، لقوله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها، يعني الفأرة إذا وقعت. أما إن كان مائعا فعلى المذهب أنه لا يطهر لأن النجاسة تسري فيه، خلاف الجامد فإن النجاسة لا تسري فيه، فالمائع تسري فيه، الدهن المائع إذا وقعت فيه النجاسة نجسته ولا يمكن تطهيره، هذا على المذهب. والصحيح أنه يمكن تطهيره بأن تلقى النجاسة وما حولها من الدهن المائع وينتفع ببقيته، قوله صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وانتفعوا بدهنكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وأما رواية فلا وإن كان مائعا فلا تقربوه، هذه يقول العلماء إنها غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بعلمكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا من شرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنع، فحتى نلقاكم نستودعكم الله، ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.